اخبار اليوم. اهلا وسهلا بك، عرفني بنفسك. زكريا حسيكي من المغرب. مبروك يا حسين، انت المركز الثاني صح؟ ثالث. مبروك يا حسين. المنافسه كانت عامله ايه ما بينكم؟ المنافسه كانت جد صعبه مع الطقس، وكان المنافسين كانوا جد. ايه رايك في جو شرم الشيخ؟ مدينه رائعه. والتنظيم ايه رايك فيه؟ التنظيم رائع في المستوى. زعلان ان انت خدت المركز الثاني ولا مكتفي بذلك؟ مكتف، لانه كانوا بعيدين عليا بزاف. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك، شكرا. خالد، ايه احساسك النهارده خالد وانت بتتكرم مركز اول؟ طبعا ساعات لا توصف، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وخدت اول، فدي حاجه يعني كنت انا بتمرن وبتعب عشانها، فالحمد لله ربنا كرمني الحمد لله وخدت اول يعني. الحمد لله رب العالمين. احساسك ايه النهارده في شرم الشيخ يا محمد؟ طبعا انا بلعب في ارضي وسط جمهوري وسط اهلي، فدي طبعا حاجه جميله جدا، وده اللي ساعدني من الاسباب اللي انا كسبت الحمد لله يعني. توجه رساله لمين يا محمد النهارده؟ خالد، اشكر طبعا ابويا وامي ووالدتي ووالدي، واشكر الاتحاد، واشكر كل حد دعمني ورعبته الحمد لله يعني، شكرا جدا جدا كلهم يعني. مبروك الفوز يا خالد. شكرا يا باشا. شكرا. من تونس. ايوه انا من تونس الخضراء الشقيقه. مبروك عليك المركز الثالث. شكرا شكرا. انا اسمي محمد عز فرجاني من تونس. ايوه. المركز الثاني. انا عملت المركز الثاني اليوم. المركز الثاني. طيب امبارح كنت انت مركز ايه؟ كنت البارح في المركز الاول. طب اشمعنى النهارده مركز ثاني؟ هل انت ده غرور خلاك ضيعت المركز الاول المره؟ لا لا لا، خاطر البارح معناها الكومبيتيشن كانت نتاع لاج جروب، اليوم معناها في الاليت موان 23 هذاك الويش، اللعبه كانت اقوى معناها من البارح. برافو خالد السام، يعني كان النيفو نتاعو قوي برشا، وحبيت نشد معاه مي تبركل عليه، والحمد لله وكاه وربي وفقني وعملت لا دوزيام بلاس. نورت مصر. شكرا شكرا. سعيده، البطوله ما كانش سهله، المنافسه كانت قويه جدا، الحمد لله قدرت اعمل المركز الاول تحت 23 سنه على مستوى العربي والافريقي، والمركز الاول على الاليت يعني كل المراحل الحمد لله. اهدي لبلدي اكيد، اهدي لبابا وماما والاتحاد المصري والاتحاد العربي. شايفه ان اللعبه دي خصوصا وتحديدا صعبه على الفتيات؟ لا، هي ما فيش حاجه صعبه بالتدريب، يعني احنا لعبتنا مكونه، اللي ما يعرفش طبعا الترياسلون هي ان شاء الله الفتره الجايه فيها انتشار كبير، لعبتنا مكونه من سباحه ودراجات وجري. احنا لعبنا النهارده السبرنت، السبرنت اللي هو 750 متر سباحه، 20 كيلو دراجات، 5 كيلو جري. لعبتنا لعبه متواصله، الساعه بتبدا مع السباحه، بتفضل مستمره مع السباحه والدراجات، وبتنتهي في الجري، بيتقفل التايم بتاعنا وبيشوف مين اللي دخل الاول، دوت اللي بيكون كسبان. مش الرقم مش محفوظ، مفيش رقم ثابت زي مثلا الالعاب القوى في المضمار او السباحه في حمام السباحه اللي في رقم اولمبي. لا، في احنا عندنا الظروف بتختلف، يعني ممكن نعوم في بحر، ممكن بنعوم في بحيره، ممكن نعوم في نهر، نفس الكلام في الدراجات، ممكن يكون الطريق مطالع، ممكن يكون الهواء جامد، ممكن يكون الطريق منازل، فالارقام عندنا مش ثابته ونفس الكلام. من مصر و المركز الثاني عرب وافريقيا. عرب. المركز الثاني افريقيا. انا اسمي ميرنا عاطف، عندي 16 سنه. من القاهره. انا نزلت تحت 19 سنه جونيور، بلعب بقالي داخل 4 سنين. حصلت على المركز الكام يا ميمي؟ حصلت على المركز الثاني في افريقيا وعربيه. بسملة السلموني، مصر، 17 سنه. بس حصلت على المركز الكام؟ المركز الاول افريقيا وعربيه الحمد لله. خالد وليد سيد من جمهوريه مصر العربيه. الحمد لله خدت المركز الثاني في البطولة العربية والبطولة الأفريقية تحت 16 سنة. بتمنى إن شاء الله أوصل للأولمبيات اللي جاية إن شاء الله، وأركب أمسك مركز فيها كويس إن شاء الله. يعني على قد ما أقدر أفضل أطور من نفسي إن شاء الله لحد ما أوصل لها. ابتسام هربي من تونس. النهاردة شاركت في الترياتلون، تحصلت على المرتبة الثانية في البطولة الإفريقية والمرتبة الثالثة في البطولة العربية.
الله يبارك فيك. فرحانة برشا برشا، وإن شاء الله باش نخدموا برشا للبطولات الجاية. احنا هذه ثاني مشاركة، يعني الفريق جديد في تونس بتاع ترياتلون، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. إيه رأيك في شرم الشيخ؟ بلد حلوة. حلوة. نورتي مصر وألف مبروك. الله يبارك فيك يا عايشك.